الان العين الثالثة، رارات العينين. اعطيني محي رافة علي، اعطيني وجه اللاعب، اعطيني نظرته، اعطيني ترقبه. رافة علي بوقفة البطل ترسل، ولكن التصدي، هناك المتابعة، ولا الله دمرها، خلصها، سواها منذر. الله عليك يا منذر ابو عمارة. وفي النهاية هدف التعديل. الكفة تعود، الكفة تعود، الكفة تعود، التساوي، ولكن بشكل مختلف. جد لك هناك خطورة، رافة علي بالتنفيذ والمتابعة، وهناك بالاستمرارية وعدم اليأس. درس لا ينسى، عدم اليأس، لا يأس في كرة القدم، عليك الاستمرار والقتال حتى نهاية المشوار. اذا هدفين مقابل هدفين، هذه العادة. وهنا الدربكة، ونشاهد هنا، والله فنان من طينة الكبار حقيقة، المنذر ابو عمارة، نجم ليس للوحدات فقط بل للمنتخب الاردني. طارق صالح هناك اشتعل اللقاء من جديد. الوحدات رافت علي بالاستلام، ترسل للامام، ولكن